بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. هل تذكرون أحبتي في الله أين كنا قبل هذه الأجازة، يعني قبل هذين الشهرين تقريبا؟ هل يذكر أحد منكم أين كنا؟ صح، كنا في رمضان طبعا، بس مش دس، طلعنا من رمضان ودخلنا العيد. أحسنت. نعم، الحور بعد الكوف. نعم، جزاك الله خيرا، انت عايز هدية. إن تذكرك أين كنا وفيما تكلمنا علامة على اهتمامك، اهتمام ومتابعة، تسجيل ومناقشة، تطبيق ومراجعة، هذا ما ينبغي أن نكون عليه نحو دروس أظنها، أو هكذا ينبغي أن تكون. من أهم ما يعتني به طالب الله والدار الآخرة السالك السائر إلى الله عز وجل، إذ مع صلاح القلب خير الدنيا والآخرة، ومع فساد القلب الهلاك والدمار في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. ونحن نتكلم عن أسباب صلاح القلب، كيف تحوز قلبا سليما الذي لا نجاة إلا لمن حازه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة. أحبتي في الله، كنا قبل هذه الأجازة نتحدث عن أسباب قسوة القلب، 10 أسباب لقسوة القلب، ولعلها تكون أكثر عند البعض مما يتكلم عن علم في علم التربية في هذه المسألة، لكننا نركز على هذه 10 لكثرتها وشيوعها وخطرها على السالكين إلى الله عز وجل. وبدأنا هذه الأسباب أو هذه يعني هذه الأسباب 10 بدأناها بكلمة من روائع طبيب القلوب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول الإمام تحت عنوان مفسدات القلب: وأما مفسدات القلب 5 فهي التي أشار إليها، من كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام، فهذه 5 من أكبر مفسدات القلب. يقول ابن القيم: فنذكر آثارها التي اشتركت فيها وما تميز به كل واحد منها. يقول في كلمة من أروع ما قال ابن القيم، يقول: اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، ويكشف عن طريق الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق. إزاي؟ يقول: بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره. سمعه وبصره يقصد مين؟ القلب. يعني كأنه يقول القلب له نور، أو فيه نور، له حياة، له قوة، له صحة، له عزم، له سمع، له بصر، بذلك كله يسير إلى الله والدار الآخرة. اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، ويكشف عن طريق الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق، بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقواطع عنه. يقول: وهذه 5 تطفئ نوره. النساء السماعات اشتغلت. يقول: هذه 5 تطفئ نوره وتعور عين بصيرته. يعني تعور عين بصيرته زي الأعور اللي عنده عور في عينه. يقول: تعور عين بصيرته وتثقل سمعه إن لم تصمه وتبكمه
وتضعف قواه كلها، وتوهن صحته، وتفتر عزيمته، وتوقف همته، وتنكسه إلى ورائه، نعوذ بالله. يقول: ومن لا شعور له بهذا فميت القلب، وما لجرح بميت إيلامه. فهي عائقة له عن نيل كماله، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له، وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه. يقول: واسمع ما قال: فإنه لا نعيم له للقلب يعني، ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته، والطمأنينة بذكره، والفرح والابتهاج بقربه، والشوق إلى لقائه. يقول: فهذه جنته العاجلة، كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة، فله جنتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. ثم ذكر كلمة شيخ الإسلام يقول فيها: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة لم يدخل جنة الآخرة. من هذه الكلمات ننطلق في درس الليلة لنتكلم بعد أن انتهينا فيما سبق من مدارسة ما يتعلق بضبط مسألة الطعام والشراب، وتكلمنا فيها وتوسعنا بحمد الله تعالى. ثم المسألة الثانية أو السبب الثاني من أسباب قسوة القلب كثرة النوم، وكيف يكون نومنا وفق السنة لنؤجر عليه بإذن الله تعالى. ثم أتبعنا ذلك بدروس مهمة، دروس خمسة عن قيمة الوقت وقدر العمر وكيف تنظم وقتك وتستفيد منه في خمسة دروس، تم ذلك قبل بحمد الله تعالى. والليلة إن شاء الله تعالى نبدأ في سبب من أسباب قسوة القلب جديد، لعل هذا السبب من أخطر أسباب قسوة القلب إن لم يكن أخطرها على الإطلاق. هذا السبب لعله من أخطر أسباب فساد القلب وقسوته إن لم يكن أخطرها على الإطلاق. ما كنت نتكلم في هذه الدروس إن شاء الله عن أخطر عضو في الإنسان، الليلة إن شاء الله نتكلم عن سبب مباشر من أسباب استقامة القلب وصلاحه أو اعوجاجه وفساده. نتكلم إن شاء الله ونبدأ حديثنا عن نصف الدين إن صح هذا التعبير، ولا نبالغ، هذه دروس ينبغي أن نخرج منها بإذن الله تعالى بإصلاح وتهذيب تكون ثمرته صلاح نصف دين العبد. فكيف يكون اعتناؤك بها، وكيف يكون اهتمامك، وكيف تجلس تتلقى هذه الدروس وتنتبه لما يلقى عليك من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تنقلب مطبقا لما سمعت من الوحي، كيف يكون تلقيك لهذه الدروس وحرصك عليها وعلى العمل بها. لعلكم عرفتم موضوع الحديث، إنه حديث عن الزواج. الأخ يقول الزواج، الزواج اللسان، إنه حديث عن اللسان الذي يقول عنه النبي العدنان، إن شاء الله الصلاة على النبي قوية جدا اللي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يستقيم إيمان عبد، شوف الكلام، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، يعني الأمور مش بالإيه، مش بالظواهر، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. طب والقلب؟ ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى رجعنا لفين؟ اللسان أخطر ما في الإنسان. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أرأيتم الخطورة، حديث رواه أحمد، أرأيتم الخطورة وبهذه الدرجة، نعم لهذه الدرجة أمر اللسان خطير، صلة مباشرة وعلاقة قوية بين استقامة القلب واستقامة اللسان وبالتالي استقامة الإيمان. إذن هذه مسلمات ومقدمات تؤدي وحتما ولا بد إلى نتائج مضمونة مؤكدة. احفظ معي: استقامة اللسان تؤدي لإيه؟ استقامة القلب تؤدي لإيه؟ استقامة الإيمان. احفظ القاعدة دي: استقامة اللسان تساوي استقامة القلب تساوي استقامة الإيمان، معادلة يعني، سميها ما تسميها لكن لا تغفل عنها. استقامة اللسان تؤدي إلى استقامة القلب تؤدي إلى استقامة الإيمان، تلك واحدة. وأما الثانية سجل بقى وراي، يبقى أول حاجة مما يبين لنا خطر أمر اللسان أن أمر الاستقامة للجسد والقلب مرتبط به متعلق به. أما الثانية فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه،
فليتق الله في النصف الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه. ما الذي يستكمل به العبد نصف دينه بالزواج؟ أو ما العضو أو ما الرابط بين إكمال نصف الدين والزواج؟ فيه حفظ الإيه؟ حفظ الفرج. فيه حفظ الفرج، لأن الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، فالنصف الأول وهو حفظ الفرج يحصل بالزواج. طيب النصف الثاني، فليتق الله في النصف الآخر، يبقى دينك نصين، نص تحصله بالزواج، النصف الآخر هو الإيه؟ الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللسان. النصف الآخر يتعلق بحفظ اللسان. فماذا تقول فيما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف الدين، وكيف يكون اعتناؤك به وحرصك على تقوى الله فيه؟ تلك الثانية. وأما الثالثة، ركز على الكلام ده وسجله عشان تربي الأولاد عليه. وأما الثالثة نهش معي، فهما معا، يعني الأولى والثانية، يعني هما معا، أعني ما ذكرته آنفا، الفرج واللسان، فهما معا طريقان وصلان إلى جهنم والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار. الفرج واللسان طريقان يوصلان إلى النار والعياذ بالله، بل من أكثر ما يدخل الناس النار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فبما أجاب؟ قال: الفم والفرج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. إذن حفظ الفرج عن طريق الزواج، يبقى سديت باب من أبواب إيه؟ أو طريق من طرق الوصول إلى الإيه؟ إلى النار. حفظ اللسان سددت الإيه؟ الطريق الثاني، وهو من أكثر ما يدخل الناس النار. ولم لا؟ فباللسان يكون الإيمان والكفر. الإنسان بيؤمن بإيه؟ ها؟ يثبت له حكم الإسلام بإيه؟ لسان، يكون الشهادة، حتى وإن كان القلب خلاف ما قاله اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: أقتلته بعد أن قالها؟ يعني ثبت له حكم الإسلام بإيه؟ بالشهادة. ونفس الأمر، كيف يخرج الإنسان من الإسلام؟ أو من الأمور التي يخرج أيضا بها من الإسلام، ها، من صور الكفر والعياذ بالله، نطق اللسان بالإيه؟ بالكفر والعياذ بالله تعالى. فالأمر في غاية الخطورة. انظر مثلا لما يعرض على الشاشات في هذه الأيام من صور الكفر والعياذ بالله تعالى، ويعرض بلا نكير، يعرض بلا نكير من قبل العلماء الذين المفروض فيهم أن ينقوا الدين للأمة وأن يحفظوا دين الأمة. كيف تعرض صور الصلبان على الشاشات؟ كما أخبرني بعض الإخوة، أنا ما رأيت شيئا، ولكن أخبرني ذلك بعض الإخوة، أنهم يعرضون ما يسمى بتجلي العذراء أو نحو ذلك، وأنوار معينة يعني تسلط على صلبان والعياذ بالله. قلت له في يعني في التلفزيون يعني عندنا، يعني مش مثلا مش قناة من قناة الكفار أو قناة خاصة بالكفار، لا يعرض. يقول لي برنامج سمى لي يعني هذا البرنامج، ولا زال من البرامج التي يطالعها كثير من الناس ويشاهدها كثير من الناس. كيف وصل بنا الحال إلى أن يعرض الكفر أمامنا على الشاشات والعياذ بالله تعالى؟ أو هذا إقرار به؟ يعني ده صح وده صح وكلنا نعيش والدين الله والوطن للجميع؟ كيف وصلنا لهذه الدرجة المهينة والعياذ بالله تعالى؟ والله إننا نقول لهؤلاء الذين يحاربون دين الله ويحاربون العقيدة والتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، نقول لهم: ارحموا الكفار، والله ما يفعلونه هذا ضرر بالكفار، ارحموا الكفار، لأن الكافر إن لم تخبره أنه كافر فأنت بذلك تضر أم تنفعه. قل يا أيها الإيه؟ الكافرون: إنا براء إيه؟ منكم ومما تعبدون من دون الله إيه؟ قول كده الآية: كفرنا، شوف التصريح، كفرنا بكم وإيه؟ وبدا بيننا وبينكم، شوف الضمير اتعاد كم مرة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، شوف إمام التوحيد الحنيف عليه الصلاة والسلام إبراهيم، والذين معه إذ قالوا إيه لمين؟ مش لناس تانيين، لإيه؟ لقومهم. إن إبراهيم فرق بينهم وبين قومهم الدين، الإيمان. مفيش أبدا مسلم زي الكافر، وأي واحد مش مسلم يبقى إيه؟ مش عارف، عندكم شك في كده؟ مفيش فيها شك، أي واحد مش مسلم كافر، ولازم يعرف إنه كافر ويتعرف كده عشان يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويعتقد الدين الحق.
نحن نعم لا نظلم ولا نعتدي عليه ولا الحقوق التي كفلها له الإسلام، لكن لابد أن يعرف أنه على باطل، وأنه إن استمر على ذلك فمآله إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. إنا براء إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، شوف كم منكم وإيه مش منهم بس، وإيه وإما تعبدون من دون الله، وشوف التصريح كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والإيه والبغضاء إلى إمتى، يعني مفيش حل، مفيش زوال للبغضاء ولا للعداوة بين المسلم والكافر. ده كلام مين يا جماعة؟ والله ده كلام ربنا. مسكتين ليه؟ حقيقي يعني موجود في القرآن سورة ايه؟ شوف السورة اسمها ايه؟ ممتحنة، امتحان تمحيص للي هيتمسك بدونه قضاء دينه من اللي هيفرط وحيميع. وخلينا نعيش والعياذ بالله تعالى. ومما تعبدون كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، مش هتزول أبدا البغضاء ولا العداوة من قلبك للكافر لحد ما ايه بس، حتى تؤمنوا بالله وحده. شو التأكيد بالله وحده؟ فين ده من اللي بيحصل في الأيام دي والعياذ بالله تعالى؟ الكفار اما انت تحرص عليهم ويعيشوا ده دين تمام ومفيش مشاكل وكلنا نعيش في وطن واحد مفيش مانع، بس يبقى عارف انه ايه؟ انه كافر وداخل جهنم والعياذ بالله تعالى. اما انت تحرمهم من المناظرات بينهم وبين العلماء، ده ايه بالنسبة لهم؟ ده ظلم ليهم، ده انت كده بتحرمه حقه، مش حقه انه يعيش ويشرب وياكل ويتنفس، لا حقه انه ايه؟ يؤمن بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى. كل ذلك يكون بالنساء، الكلام الذي يتفوه به أعداء الله عز وجل من المنافقين وغيرهم، كل هذا والعياذ بالله تعالى يكون باللسان. شوف خطر اللسان، به ينطق الإنسان كلمة الكفر وبه ينطق الإنسان كلمة الإيمان، به ينطق الإنسان ما يوصله والعياذ بالله تعالى إلى النفاق أو الكفر، كما في المناسبات القادمة بعد أيام تهنية الكفار بإيه؟ بالأعياد. ومر كده على محلات المسلمين لهم معلقين إيه؟ الشجرة او الطراطير او ابوهم ايه صح كده، ابوهم نويل وعاد ده مين اللي معلق؟ مش محلات النصارى، محلات مين؟ شفت الخطوره؟ وتبص كده في الشوارع رايتها منذ يومين تقريبا، بعض الشباب المسلم يقف يبيع الطراطير، يبيع طراطير للسيارات اللي رايحه جاي، حمرا منور والعياذ بالله تعالى. وانا امشي في نفس الليله سمعت بعض الشباب يقول سنبيع خمور وبيره في راس، خلاص صريح راح. طيب فانظر والعياذ بالله تعالى كنا فين؟ لما يقول هذا الولد هنبيع خمور وبيرة ليلة راس السنة والعياذ بالله تعالى، يعني أين نعيش؟ يعني كيف يعني وصلنا لهذا الحال؟ إننا وصلنا بسكوتنا عن الباطل لما تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى وصل الحال إلى أننا نحن الذين ندعى. أنت كمسلم طالما ساكت أنت اللي هتدعى بعد كده للإيه؟ الكفر والعياذ بالله تعالى. لابد أن تجهر بعقيدتك. يعني أثر في والله كثيرا ما سماه بعض الإخوة ونحن نخرج من درس الأحد للشيخ ياسر شرف صحيح مسلم، وهو يقول ينادي الخطبة الأخيرة للشيخ أبو إسحاق الحويني، فكدت أبكي. هو الأخ مش قصده، الأخ قصده أن دي آخر خطبة، يعني إيه اللي كانت الخطبة اللي هي الجمعة اللي فاتت، بس أنا خطر في بالي خطر تاني اللي هو لما صعد الشيخ المنبر وبكى وأبكى الناس في الجمعة الماضية، ثم قال والله إننا لمنصورون، وأقسم بالله أن من تمسك بحبل الله منصور مهما كان أعداؤه. فكذلك نحن إن شاء الله تعالى طالما تمسكت بالكتاب والسنة ونافحت عنهما ودافعت عنهما والله لن تغلب، والله لن يخذلك الله سبحانه وتعالى. ولعلي أقول يعني للشيخ الحويني حتى وإن كان الأجل، والله ما, ما, ما يموت أمثال هؤلاء، يعني بعد كل هذا العلم وكل هذه المحاضرات وكل هؤلاء وكل هذه النماذج التي رباها الشيخ حفظه الله وأطال في عمره ومتع المسلمين بعلمه آمين، ما يموت أمثال هؤلاء. هل مات أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، الشافعي؟ هؤلاء يعني وإن اختفت أجسادهم لكنهم إيه معنا بفضل الله تعالى. هذه الحياة الحقيقية والله هي اللذة الحقيقية كما يقول الشيخ حفظه الله وطال في عمره. وانظر لأعداء الشيخ الذين يشنعون عليه ويتهمونه بأنه من أهل البدع،
والعياذ بالله تعالى. يقول لك تسمع مسلسل وفيلم وتسمعش لأبو إسحاق الحلولي المبتدع، والعياذ بالله تعالى. انظر لذكر هؤلاء في الأمة، هل تسمع هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ ما لهمش أثر ولا ذكر ولا رسم. هكذا في الحياة بعد الممات إن ظلوا على ذلك إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يحمي دينا بأمثال العلماء الرباني، أمثال شيخنا الحويني وغيرهم من الأئمة العلماء الدعاء. كيف برجل تسميه مبتدعا وقد أجمعت الأمة عليه؟ هل تجمع الأمة على باطل؟ يعني أنت الذي خرجت وتقول هذا مبتدع، وأين علماء الأمة وعلماء العالم الذين يرسلون للشيخ ويستضيفون الشيخ ويكرمون الشيخ؟ أنت الذي استنبطت أنت بمفردك أنه مبتدع؟ نعوذ بالله من الضلال، والله هذا ضلال، والله ونعوذ بالله من الضلال. الإنسان الذي يهتدي للحق ثم ينقلب والعياذ بالله تعالى، هذا يدل على خبث في النية والطوية والعياذ بالله تعالى، وإرادة غير وجه الله عز وجل بالعمل. لأن من يرد وجه الله عز وجل لابد أن يصل إليه سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يضل قوما بعد إيه؟ بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيه؟ ما يتقون. ثم المحصلة في النهاية كل ذلك يقال باللسان، يهنئ الكافر بعيد كفر مبتدع، يحتفل بأن الإله مات ثم قام من الموت بعد ذلك، وهو يقول له كل عام وأنت بخير. بخير على إيه؟ زنى وشرب خمر وقتل وسرق، قابلته قلت له ممتاز الله ينور عليك، هل يجوز ذلك؟ وهذا لا يساوي شيئا بالنسبة للكفر، فكيف تهنئ الكافر على كفره؟ قل ده هو هناني في العيد بتاعه. طب ما عشان انت صح، هو عشان انت صح، هو هو ده يلزمه كده. لكن انت تتشبه به في الكفر وتخرج معهم في اعيادهم، والعياذ بالله تعالى. ولذلك اللعنه تنزل عليهم والعياذ بالله، والسخط يتنزل عليهم. فلا يامن عبد خرج معهم واحتفل معهم ان يصيبه شيء من اللعنه والسخط والعياذ بالله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نمر على ديار هؤلاء المعذبين، وان كانوا قد ماتوا لا تمر عليهم الا ايه؟ باكين او مسرعين. يعني انت بتعدي كده على الاثار بتاعه الفراعنه وغيرها، يبقى حالك حاجه من اتنين، يا ايه يا بتبكي يا ايه يا تجري. ليه؟ الا يصيبكم ما اصابهم. اللعنه تتنزل عليهم في هذه الايام التي يكفرون بها فيها بالله ويعلنون كفرهم والعياذ بالله تعالى، فكيف انت تشاركهم في الكفر والعياذ بالله؟ وهذا كما اقول باللسان ايضا، وبالفرج كذلك ترتكب الفواحش والمحرمات. اذا حفظ اللسان وحفظ الفرج حماية للعبد من دخول النار والعياذ بالله تعالى من النار. ولذلك التهاون بأمر اللسان يكب الإنسان على وجهه في نار جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على إيه؟ على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا إيه؟ حصائد ألسنتهم. شوف التمثيل النبوي الجميل، الحصائد إيه؟ يعني حصائد ها؟ إيه؟ أنت عارف المحصود أو الحصيد ها؟ الناتج، لما الإنسان يزرع ويتعاهد الزرع وبعد كده يعمل إيه؟ يحصد. أهو نفس الكلام كما يقول العلماء، الإنسان في الدنيا يزرع، كما ستأتي معنا إن شاء الله هذه الكلمة بعد قليل، يزرع خيرا أو شرا، ويوم القيامة موسم الإيه؟ الحصاد، يجازى على الخير خيرا وعلى الشر والعياذ بالله تعالى. صدق وصدق من قال عن اللسان: إنه صغير جرمه. يعني الجرم الحجم، عظيم جرمه. شوف الأمر في كلمتين، صغير جرمه يعني عضو صغير. لسانك كم متر؟ مفيش، بس يعمل ايه اللسان ده؟ يودي النار والعياذ بالله تعالى. إنه صغير جرمه عظيم جرمه، إذ لا يستبين العبد الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، أو لا يستبين ذلك من العبد إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. ومن أطلق عذبة لسانه وأهمله مرخي العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف النهار، إلى أن يضطره إلى دار الإيه؟ البوار والعياذ بالله تعالى. فكأن العبد في الدنيا يزرع بكل كلمة تخرج من فمه، إما خيرا وإما شرا، يزرع الحسنات أو السيئات، ثم يوم القيامة يوم الإيه؟ الحصاد. فمن زرع هنا خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الإيه؟ الندامة، نعوذ بالله من الندامة. وهو أيضا كان دي رقم كم عندك؟ تكتبش. وهو من أخوف ما يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سأله سفيان ابن عبد الله الثقفي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخوف ما تخاف علي؟
ما أخوف ما تخاف عليه؟ أنت كده لو تسألت جسم الإنسان ده أخطر حاجة فيه، ما أخوف ما تخاف عليه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عارف؟ تعرفين جاوب إزاي؟ ها؟ قال هذا وأخذ بلسانه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسك لسانه كده وقال له إيه؟ هذا. سفيان بن عبد الله يسأل ما أخوف ما تخاف عليه؟ قال هذا، قال وأخذ بلسانه. شوف كده، أنت لما تقعد كده في البيت تمسك لسانك كده وتذكر نفسك بالحديث الخطير ده، تذكر نفسك بأنه أخوف ما يخافه الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابي، فكيف بحالي أنا وكيف بحالي أنت، وكيف يكون خوفك منه وحرصك على حفظه وصيانته. وأيضا كم عندك؟ خد كمان، وهو أيضا أمارة على حسن إسلام العبد، علامة على حسن إسلام الإنسان، إذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو واليد من تعريفاته للمسلم، فكأن اللسان يناصف اليد في التعبير عن المسلم الحق. يعني المسلم بيتعرف بحاجتين، اللسان إيه؟ نص التعريف. يقول صلى الله عليه وسلم المسلم، انتوا ساقعين مش عارفين تتكلموا، من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث في البخاري. يعني إذا سلم المسلمون من لسانك ويدك دي علامة على إيه؟ على حسن إسلامك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فنتخيل ونتصور عظم شأن وقدر اللسان حتى يصلح ليكون تعريفا وبيانا للمسلم الحق. وأيضا سبعة ستة، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عن طريق النجاة. واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة بن عامر، قال قلت يا رسول الله من نجاة؟ انت لا تتخيل ولا تتصور الإجابة. لو انت اي واحد انت ماشي في الشارع كده وسألك يا محمد من نجاة، هتقول له ايه؟ قل له صلي وصوم صح كده، ومطلوب ركان الاسلام. لكن شوف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيبين لنا فعلا يعني خطورة امر اللسان. سأله عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجاة؟ قال امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك واسمع له صلى الله عليه وسلم وهو يرسم طريق النجاة. لو هتسرع في كلمات ثلاث، يرسم طريق النجاة في كلمات ثلاث في هذا الحديث الصحيح، يقول فيها احفظ من صمت نجاة. قول كده، من صمت نجاة، يعني أكن الذي لم يصمت عما نهى عنه الشرع ايه؟ هلك. شفت الهلك؟ من صمت نجاة، هذا الحديث صحيح. وأيضا جعله النبي صلى الله عليه وسلم وجعل حفظه واستعماله فيما يرضي الله عز وجل وفي قول الحق والخير جعله علامة على إيمان العبد، فقال من كان حنمه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حديث في البخاري. يعني تأمل كده في الحديث ده طويل، الإنسان ليه اللي يؤمن بالله واليوم الآخر يقل خيرا؟ ليه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ لأن في حساب موقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وسيحاسب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تأمل قوي الإيمان يظهر ذلك في لسانه، يظهر ذلك في كلامه، إذ لا يقول إلا خيرا، لأنه يعد كلماته، لأنه سيحاسب عليها عندما يقف بين يدي الله عز وجل، يعلم أنه محاسب، أنه موقوف بين يدي الله عز وجل ومسؤول عن كلامه كله، فلا يخرج إلا ما يتوافق مع الإيمان الذي زعمه بلسانه وأنه موجود في قلبه، فيترجم ما وقر في قلبه بإيه؟ ده بدليل على الإيمان، فيكون ما يقوله خيرا، وإن لم يكن أمسك لسانه فصمت فإيه؟ فنجا معاي. بل وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا لدخول الجنة، وذلك بحفظه وضمانه، فقال محفزا وداعيا وحاثا وحاضا على حفظه، قال من يضمن لي ما بين لحييه، اللحي هو العظم الذي تنبت فيه اللحية، معنى كده عشان الميت كده يقال فيما يفعل للميت بعد الوفاء شد اللحيين. يعني ايه شد اللحيين؟ يعني انت تلتمه، تلتمه يعني بتجيب رباط وتربط ايه الفك السفلي ده كده لفوق علشان ما ايه ما يتدلاش فيسوء منظر الميت، اخد بالك؟ يبقى من يضمن لي ما بين لحييه، ايه بقى ما بين لحييه؟ اللسان. وما بين فخذيه او ما بين رجليه اضمن له الجنه،
حديث في البخاري. شوف صفقة رابحة والله، اضمن للنبي صلى الله عليه وسلم عضوين يضمن لك رسول الله الجنة صلى الله عليه وسلم. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وبرضو لاحظ العضوين دول مع بعض، اللسان والإيه والفرج، فهما كما أنهما من أسباب دخول النار أو من أخطر أسباب دخول النار، هما أيضا من أسباب دخول الجنة مع حفظهما. فمن أدى الحق الذي لله على لسانه أو في لسانه من النطق بما يجب عليه والصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام، يضمن له رسول الله الإيه صلى الله عليه وسلم الجنة. ولذا وكما يقول ابن الطل رحمه الله، دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، أعظم تهمتين اللسان والفرج. دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرج، فمن وقي شرهما وقي أعظم الإيه أعظم الشر. الذي يقيه الله عز وجل شر الفرج وشر اللسان يكون قد وقي بذلك أعظم الشر بفضل الله تعالى. ثم من أخطر ما يبين ضرر اللسان أن الكلمة الواحدة منه تقحم العبد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه مسلم. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يتبين فيها مش عارف قدرها، مش عارف ضررها، مش عارف خطرها، أو قالها وخلاص. زي بالضبط كده موضوع النكت، يقول لك الناس ده اتنين دخلوا جهنم مش عارف طلعوا ايه، ودخلوا المطعم وعملوا ايه وسووا ويقعدوا ايه، طلعوا نكت على النار ونكت على الملائكة ونكت على ملك الموت ونكت على الدين واستهزاء بالصحابة واستهزاء بالسنن والعياذ بالله تعالى. ده ما وصلش للكفر، ده في ده يعني هنتكلم من افات اللسان الاستهزاء يوصل للكفر والعياذ بالله تعالى. فصاحبه على خطر عظيم، يعني ولئن سألتهم ليقولون اننا كنا نخوض ونلعب، يعني انا بهزر، ما هم كانوا بيهزروا. ربنا قال لهم لا تعتذروا قد ايه قد كفرتم بعد ايمانكم. ونكت على القرآن، ومرة واحد بيقرأ بسورة مش عارف ايه وقعد يعيد الآية، واحد من ورا قال ايه وهيه وقعدوا يضحكوا والعياذ بالله تعالى. وده يضر بكثير من المصلين، يقول لك كل ما اجي اقف اصلي افتكر الايه افتكر الكلام بتاعه، فما اعرفش اخشع في الصلاه ولا افهم الايه بسبب ايه والعياذ بالله تعالى. كلمه واحده، ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها في النار. يزل يعني ايه؟ يسقط بها في النار مسافه قد ايه؟ ابعد ما بين المشرق والمغرب. كلمه واحده، كلمه لا يعرف قدرها، كلمه لا يعرف حسنها من قبحها، كلمة يتهاون بها، كلمة واحدة يزل بها في النار كل هذه المسافة. فهل يا ترى، انتبه معايا كل حاضر معايا في الدرس، وخلي بالكم الدروس دي من أخطر ما تكون للنساء، عشان كده أنا عايز كل واحد قاعد ليه نساء لازم يجوا معاك الدرس الجاي أو الدروس الجاية عموما، لأن كلام على أخطر عضو وخصوصا عند مين؟ نساء بالذات. موضوع الكلام في النساء إيه؟ ده هو بده يضرب بيهم المثل، موضوع الكلام ده وكتر الإيه؟ الكلام والرغي والساعات الطويله في الهواتف وفي التليفونات والعياذ بالله تعالى، وموضوع بقى الغيبه والنميمه وجارتي وصاحبتي ومش عارف ايه واحد عمله، فاخد بالك الامر في غايه الخطوره. وينبغي عليك انت كمسلم ان تعلم نفسك وتعلم غيرك ممن ولاك الله عز وجل واسترعاك الله عز وجل رعايته. لذلك اقول من اخطر ما تكون هذه الدروس النساء، وكل امراه حاضره هذا الدرس عليها ان تحضر ولو 10 في الدرس القادم، درس الأربعاء القادم. الأمر في غاية الخطورة. هسأل السؤال المهم جدا ده، احنا قلنا كلمة واحدة النبي قال ايه يزل بها في النار كما بين الايه او ابعد ايه. طب يا ترى حصادي وحصادك ما فيهوش كلمة من دي؟ شفت الخطورة؟ عشان ما نقراش الاحاديث كده وخلاص، مش ممكن تكون طلعت كلمة من اللي بتوقع الانسان في جهنم ابعد ما بين المشرق والمغرب. يا ترى هل في حصادي وحصادك على مدار السنين السابقة هل فيه ولو كلمة واحدة من امثال هذه الكلمات؟ واسمع هذه الرواية الخطيرة لنفس الحديث، رواية تانية. يقول صلى الله عليه وسلم، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه. بيه كلمة ما كانش يظن انها
هتوصل للدرجة اللي هيصلح بين الناس بين بكلمة، أخذ بالك، يصلح بين زوجي وزوجي، أخذ بالك، ينصح بعض المسلمين بكلمة. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، صح اللي جنبك، من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. الثاني، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، نعوذ بالله من سخطه وعذابه وعقابه، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له، يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. تخيل، يكتب الله له، يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. الحديث في السلسلة الصحيحة. خذ الرواية الثالثة دي عن أنس رضي الله عنه، أول مرة تسمع الحديث ده، تعال كده اسمع. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة. حد سمعه قبل كده؟ ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء. ده بقى النكت ما فيش في كلامه. ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها، يعني في النار، ولا يعوذ بالله، أبعد من السماء. تعال شوف الثاني: ألا هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار. شفت الخطورة؟ هو النص الثاني: ألا هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار، كما في الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله، ورواه أبو الشيخ بإسناد حسن. ولعل الروايات الصحيحة السابقة يعني يصلح هذا الحديث في الشواهد والمتابعات. شوف خطورة، وعندنا الحديث الآخر: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. يقول لك انتم مقفلين، انتم نكدية، ما عندكوش يعني كده، هو احنا نضحك بالباطل نضحك ونخش النار؟ لا، خليني نقفل ونخش الجنة، صح ولا مش صح؟ لكن ايه الفايدة اللي انا ابقى مرح وفريش زي ما يقولوا واخش النار؟ لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا صدقة. احملني يا رسول الله، فقال: احملك على ولد ناقة. يعني قال له: عايزك تركبني، عايز جمل، قال: احملك على ولد ناقة. قال: وما اصنع بولد ناقة؟ يعني عايز يسافر ولا هيقول له عايز ركوبة؟ يعني واحد يقول لك انا عايز اسافر السعودية، يقول له خد لك عجلة، هيقول لك ايه؟ نعمل بيها ايه؟ انت بتهزر؟ طب الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احملني، فقال: احملك على ولد ناقة. فالصحابي ضحك، قال له: ماذا اصنع بولد ناقة؟ قال: وهل تلد الابل الا النوق؟ ما هو ولد الناقة الشحط الكبير ده، ما هو برضه ايه؟ ابن ناقة برضه، صح كده؟ وهذا اخر يدخل راسه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في بعض الخيام، فيستاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ادخل، فيقول: يا رسول الله، كلي او بعضي؟ يعني ادخل كلي، خد بالك، بمثل هذا لا مانع. والعجوز التي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله ادخلني الجنه، فقال: لا تدخل الجنه عجوز. هو برضه يمزح ولا يقول الا ايه؟ دور، شوف بقى المزح الحق والصدق، وهتحتاجه في الكلام بتاعك زي الملح في الايه؟ بالطعام. يعني مش حياتنا مش حياه ايه؟ هزل ولهو وضحك ولعب ويقولوا ايه؟ لا، مش حياه المسلم كده، ده هم خدونا بعيد، سفرونا بعيد خالص عشان اليهود يكسروا والامريكان يعملوا، وايران دلوقتي دخلت العراق، سمعت ولا سمعتوش؟ بعد 8 سنين حرب واتردوا دخلوا تاني العراق وعايزين يحتلوا بعض. يقول لك احنا عايزين خبراء يرسموا الحدود. شفت اللي عايزين الخبراء يرسموا؟ يعني مش عارفين حدودهم فين يعني، كل السنين اللي فاتت دي كلها، واخد بالك، وبتمد الشيعة اللي بيضربوا في السعودية وادي العالم الاسلام، وانت تقول لي ضحك ولعب وجد وخلي الشباب يعيش؟ لا عليك، ينفع؟ ينفع يبقى حل الأمة كده؟ هم بتغرق واحنا عاملين نهزر ونضحك حياتنا كلها كده؟ لا، ده الحاجات دي بتبقى زي الملح في الطعام. لما انت عايز تحط شوف ملح في الطعام بتحط قد ايه؟ دي اكتر ولا الملح؟ مش عارفين؟ زي اللي اختلفوا الفرخه بكام رجل، برجلين ولا باربعه؟ الفرخه بكام رجل؟ يا راجل يعني هتمشي كده مش هتقع؟ الفرخه بكام رجل؟ الله، الفرخه بكام رجل يا ابني؟ الله، انت بكام رجل؟ اكيد مشكله، خد بالك، ويتصلوا بالتليفونات: الفرخه بكام رجل؟ الله، ده موضوع خطير بقى عايز يتحل.
فهي فعلا كده ولا اسمع واخدين بالكم؟ فالامور ما تمشيش كده وما بقاش حياتنا كده ولا عياذ بالله تعالى. انت من الذين ستشهد على نوم يوم القيامه لتكونوا ايه؟ ليكون الرسول شهيدا عليكم فتكونوا شهداء على الناس. انت وانا مؤهلين ان احنا نشهد على نوم يوم القيامه؟ شباب اللهو واللعب والكلام الفاضي ده الامر عايز انتباه فعلا. كلمة واحدة والعياذ بالله تعالى. إن ألا هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه؟ هم ضحكوا المجلس مية مية ودمه خفيف صح كده، بس إيه اللي حصل؟ فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار والعياذ بالله تعالى. شفت خطر اللسان؟ ولخطر اللسان، وده برضو حديث كتير مننا ما سمعوش، لخطر اللسان فإن الأعضاء كلها تخضع له وتذل له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اصحى يا عم اللي نايم، يقول اذا اصبح ابن ادم صحيح، اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء ممنوع النوم هنا، اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان، اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان. تقول له ايه؟ فتقول اتق الله فينا. اعضاء ايدك رجلك عينك، الموضوع كله مرتبط بمين؟ بحته قد ايه؟ شوف، مش 5 سنتي، مش 10 سنتي، مش 20. تقول له ايه الاعضاء؟ اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. حديث صحيح الترمذي. شفت الـ 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 الامر امر جد. كل الجوارح كل الاعضاء تكفر اللسان، اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول اتق الله فينا فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. كل الجوارح تذل وتكفر، يعني تخضع وتذل للسان. وده بيفكرنا بالقاعدة اللي احنا نسألنا في اول الدرس، ايه؟ حد فاكر؟ ها؟ لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. شفت الخطورة بقى؟ الاستقامة مبنية على حفظ اللسان. فاذا اردت ان تعرف حظك من الاستقامة فانظر لحظك في حفظ او من حفظ الايه؟ اللسان، ومجاهدتك لحفظ اللسان. ولقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم خطر اللسان، فيقول عبد الله هو واقف على الصفا وهو يذكر الله عز وجل، يقول يا لسان كل خيرا تغنم أسكت تسلم. يا لسان قل خيرا تغنم أسكت إيه؟ تسلم من قبل أن تندم. شوف الكلام، يا لسان بيكلم لسان، قل خيرا تغنم اسكت تسلم من قبل ان تندم. اصحابه واقفين حواليه فقالوا يا ابا عبد الرحمن هذا شيء انت تقوله ام سمعته؟ قال لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، خلي بالك من الحديث ده واحفظه، اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. اكثر خطايا ابن ادم فين؟ في لسانه. وسبحان الله اللسان فعلا عضو غريب، يعني انت ممكن تعمل كده قد ايه؟ جيبها كم مرة دي؟ 200,000. هيحصل ايه في الاخر؟ ايدك توجعك، رجلك، راسك، ها؟ طب اللسان تكلم لبكرة يتعب؟ ما يتعبش، عضلة شغالة، واخد بالك؟ حتى الخطر اللسان الله عز وجل جعل امامه بابين، ها؟ الباب الاول ايه؟ العظم ده، والباب الثاني ايه؟ اللحم. ليه؟ عشان قبل ما تفتح وتتكلم، ها، انت محاسب، تحاسب، تتدبر ما تقول، بخلاف باقي الاعضاء. وجعل لك منه واحدا وجعل في غالب الاعضاء اثنين. انت ليك كم لسان؟ ده الناس ما بتزن واحد يقول له انت بايه؟ بلسانين يا اخي، يعني ايه؟ يعني عايز يقول له ايه؟ ريح نفسك شوي، واخد بالك؟ فلسان واحد. طب وكم ودن؟ ودنين، عشان يسمع اكتر ولا يتكلم اكتر؟ لان اخد بالك، من تامل في خلق نفسه، اللي يتامل فيها كما يقول بعض السلف، يجد الله عز وجل خلق له اذنين ولسانا واحدا ليسمع اكثر مما ايه؟ شوف حال الناس دلوقتي بتعمل ايه؟ بسمعش، مش عايز يسمع، هو على طول ايه؟ كلام، والعياذ بالله تعالى. عشان كده احنا كنا في رمضان قلنا قاعده جميله قوي، الانسان لما يبقى عنده تليفون ومراته شغاله 100 100 عليه بالاتصالات، ويجي اخر الشهر يلاقي الفاتوره ايه؟ معديه، يقوم يعمل ايه؟ يروح الهيئه
يقول مش يقدر يقول لك انا عايز احول التليفون ايه استقبال. يعني ايه استقبال؟ ايوه يعني يسمع بس، صح كده؟ وعملوها في الاتصالات، يقول لك واحد يبعت لك يتصل بيك يقول لك انت طلب المتصل ان تدفع انت قيمه هذه الايه اخد بقى المكالمه. فهي كده احنا عايزين نحول اللسان بتاعنا ايه استقبال. يعني ايه بقى؟ اسمع. عايزين ندرب، خلي بالكم دروسنا دي عمليه، عايزين ندرب نفسنا الاسبوع ده اللي احنا ايه نسمع. او نعم ما تتركش الامر الواجب عليك. يا واحد هيأذن هيعمل ايه؟ لازم يأذن. واحد شاف منكر هيعمل ايه؟ ينهى ويأمر وينهى بضوابط الشرعية. لكن الامور التي نحن في غنى عنها، درب نفسك اللي انت ايه تسمع بس. وهيجي معانا وسائل عملية للتدرب على التخلص من آفات اللسان، هختم الدرس ان شاء الله بوسيلة منها، وهتشوفوا الوسائل دي مهمة ولا لا في اخر الدرس بإذن الله تعالى. اكثر خطايا ابن ادم فين؟ في لسانه، سلسلة الصحيح. فاحفظ هذه العبارة واجعلها دوما امامك، وذكر بها نفسك اكثر خطايا ابن ادم في لسانه، واكتبها عندك في الحجرة بتاعتك. اذا درسنا يتعلق بعضو وتتعلق به اكثر الايه؟ الخطايا. ولخطر اللسان كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه. فعن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم، تعبت انا عارف، ما بتصلوش على النبي عشان تعبانين انا عارف، حاسس بيه وهنسخن وبعد كده ننام تاني. هو ما يستاهلش مننا نصلي عليه؟ فهم ليه؟ انا عايز افهم ايه السبب. يعني اما تسمع محمد دي صلى الله عليه وسلم على طول، ده على طول، دي مش محتاجه بقى تذكير كل، يبقى عمل لنا يافطه هنا كده، اذا سمعت محمد قول ايه عشان ما حدش ينسى صلى الله عليه وسلم. الصحابي يقول له ايه؟ قلت يا رسول الله. ما هو ده برضه، ما هو في محمد وفي رسول الله وفي النبي. عمل لهم ايه؟ قلت يا رسول الله علمني تعوذا اتعوذ به. يبقى اللي عايز يدعي يعمل ايه؟ يتعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش يقعد يحفظ ادعيه مخترعه يقول لك ده الشيخ ده ليه دعاء وده ورد. لا، الاول عندنا كلام ربنا، كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تضيف بعد كده اي حاجه ما فيهاش مخالفات شرعيه ماشي، لكن اسيب الوحي واروح لكلام البشر؟ الصحابي جاي يقول له ايه؟ علمنا. زي ما الناس اهل فصاحه وبلاغه كان يعمل له ايه؟ يعمل له هو تعويذه. لا، جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ علمني تعوذا اتعوذ به. ها؟ قال: فاخذ بكفي. مين؟ ودي طريقه تربويه. النبي صلى الله عليه وسلم مسك ايده، كان ممكن يقول له عادي والصحابي يقعد يتلفت يمين وشمال والنبي يقول له خلاص. قال لا، ده ايه؟ تنبيه، لفت نظر. عشان كده انا عايز اقول لك احفظ الدعاء اللي جاي ده بقى. فاخذ بكفي فقال: قل. مين اللي بيقول؟ احفظ بقى، انت ما جبتش معاك حاجه تكتب فيها، ما اعرفش هتكتب فيه. فقال: اللهم، فقال: قل اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي. سهل، هيقول كده اللهم اني اعوذ بك، يبقى ده دعاء نحفظه الاسبوع ده، اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي. طب الثانيه: ومن شر بصري. اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي. وايه يا محمد؟ ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قال. كم دول؟ اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي الخمسه، ومن شر مني. سمعت بعض الناس بيدعي بيها يقول: ومن شر مني. وده ضرر عدم الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ومن شر مني دي؟ اخد بالك؟ فهي ايه؟ ومن شر مني، هذا الذي يخلق منه الانسان، والذي ايضا في عدم حفظه. خلي بالكوا لسه ايه من شويه حفظه ايه وايه؟ الفرد واللسان. يقول بقى الدعاء: اللهم اني اعوذ بك، ها حفظت، من شر ايه؟ سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. ايه اللي يلفت نظرك في الدعاء ده؟ الجمع بين اللسان والفرج؟ لا، في حاجه ثانيه. ايه اللسان؟ ماشي. ايه كمان؟ اقول لك انا ماشي صح والله. شوف، السمع والبصر واللسان والقلب والمني، سلسله دول لو اجتمعوا على الانسان. لا، في حاجه تانية. لسان مين اللي الرسول بيستعيذ بالله من شره؟ لسان النبي صلى الله عليه وسلم. بقى لسان النبي اللي بينقط سكر ده استعاذه؟ اما السنتنا محتاجه ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من شر لساني. طب يا ترى لسانه كان ازاي؟ لسان النبي، تعالوا نسال واحد خدمه كده
ولازمه 10 سنين. اقول سيدنا انس يعني ايه 10 سنين خدمة؟ يعني ايه؟ قول يا عم يعني ايه 10 سنين خدمة؟ يعني عارف بقى كل معظم التفاصيل، فهيسمع بقى منه واللسان بقى شكله ايه لما يبقى واحد شغال عند واحد 2 3 شهور وسابه، يقول لك ده ايه. ليه؟ بيسمع لسان. طب سيدنا انس 10 سنين في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه ايه؟ قال: فقال انس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط اف صلى الله عليه وسلم ولا هو اف دي كلام هو حد مش عارف ايه يعمل ايه يعني ايه بقى يعني هي شوف كم حرف دي اهو، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا. متفق عليه. الولا كسر البيت، امه تعمل في ايه؟ تكسر دماغه. طب المره دماغه اتكسرت البيت رجع سليم؟ تقول لك لا، بس تاني مره مش ايه، مش هيعملها. هيعمل لا مش عند، لا هو احنا لازم نفرق في اخطاء الاولاد بين الاهمال وبين عدمه. يعني هو ما اهملش، وقدر الله هو بيعدي واحد خبطه بعجله بصنيه، ما خد بالك، والراجل راجل امين وصادق، انا عملت كذا كذا وانا اسف. طب يجي بقى المره الجايه يعمل ايه؟ هيكسر البيض ويسرق بيض من الراجل من غير ما يحس. ليه؟ عشان ينجو من الايه. لكن لازم انا اعزز الجانب اللي شوف فيك اخوه كتير بتضحك شكلها ضربت في البيضه قبل كده، اخد بالك، او اللبن الكب او بتاع. انا لازم اعزز الجانب الايجابي في الطفل، وافرق بين امتى يبقى فيه اهمال والموضوع اتكرر مره وتقول ده ديدانه بقى، ده لازم يتادب، واخد بالك، وامتى وبرضه العقوبه تكون متناسبه للايه؟ للخطا، واخد بالك. فده موضوع كبير، موضوع ضخم جدا، موضوع تربيه الاطفال ده. مش اتجوز وجيب عيال يلا ربي، مش كده، مش بهايم هي ولا جواميس ولا، عايزه قراءه واطلاع وعايزه فقه، وموضوع مهم جدا. فعشان كده احنا نقول سيدنا انس خلاص الحاجه اتعملت، انا بقى ممكن انبه الولد على الخطا اللي عمله باسلوب وابين له كذا وخلي بالك وكذا وكذا وكذا. يبقى انا كده عززت الجانب اللي جاي فيه، اديت له خبره، غير لما انا ضربته وكسرت دماغه بس. يسأل الولد، اخد بالك، الجانب النفسي عنده ممكن والعياذ بالله تعالى. يعني شفت في بعض الاعلانات مره اب ابنه مش عارف زقله ايه فاعونه فراح مديله قلم سفخه قام وقعه على الارض، الولد ما قامش وداه المستشفى فقد البصر. بايه؟ بغشوميه بتاعت اب، هي مش هسميها غير كده، واخد بالك. فالامر فعلا محتاج عنايه واهتمام في موضوع التربيه ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنس بيقول: لا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. كلنا معرضين لدي. هتقولي يعني الولد عمل حاجة أسيبه يعملها أو ما عملش أسيبه؟ لا، في علاجات أصح أو هي الصواب عن اللي احنا بإيه بنعمله، وإلا استحالة كان يبقى شيء حسن وفاضل والرسول يكون إيه تركه. معنى كده أحسن به من لسان. هل نستطيع أن نعيش بدون أف؟ هل يمكننا أن نترك ألا فعلت كذا؟ لسان من هذا الذي يستعيذ منه صلى الله عليه وسلم؟ وثبت عنه كما عند أحمد أنه كان طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلم. ده مين؟ كان طويل الصمت قليل الضحك، ومع كده يقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك، أقول معايا الدعاء: من شر سمعي من شر بصري ومن شر لساني من شر قلبي ومن شر إيه؟ مني. فكيف نقولها نحن؟ وكم نهتم بها ونكررها ونلح على الله عز وجل بها. ثم أيضا ومع التهاون بأمر اللسان تضيع على العبد الكثير من ثواب العبادات الشريفة الفاضلة، ولا يجني منها إلا النصب والتعب. انظر لعبادة الصيام، نسبها الله إلى نفسه فقال: الصوم إيه لي؟ انظر لما ورد فيها من آيات وأحاديث تبين فضلها. مع تهاون الصائم باللسان ليس له من الصوم إلا الإيه؟ الجوع والعطش. من لم يدع قول الزور والعمل، ده شغل إيه ده؟ لسان. فليس لله حاجة في أن يدع إيه؟ طعامه وشرابه. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللهو والرفث. اللهو إيه هو؟ كلام الملوش فايدة، هنذكر الضابط بتاعته قدام. والرفث إيه هو؟ ها، أمر الجماع وما يتعلق بالنساء، أمر الشهوات.
فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني رب صائم ليس له من صيامه إلا الإيه جوار، يعني صام بس الأجر إيه ضاع بسبب إيه تهاونه بأمر اللسان. عبادة كمان بيضيع الأجر بتاعها بسبب اللسان، إيه هي؟ الحج، حج وأشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، شوف أول ما بدأ فلا رفث ها ولا فسوق ولا كم حاجة تتعلق باللسان ها، هقول لك الرفث والجدال، وبرضه في حاجات من اللسان تخش في الايه، يعني اللسان مشترك في الثلاثه. يعني انسان يروح يحج ما مسكش لسانه عن الرفث، كلام الفاحش وكلام عن الجماع والنساء ونحو ذلك، والفسوق مع المعاصي، والجدال يماري اصحابه حتى يغضبهم، يبقى الحج بتاعه ايه ضاع الاجر بتاعه. شوف ما بقاش حج مبرور، والحج المبرور ليس له ثواب الا الايه الجن، يبقى راح ضيع منه الثواب ده مع ما تحمل من الشدائد يعني وما انفق من النفقات، وضيع على نفسه. والسبب ايه؟ امر اللسان. وبالتهاون فيه رقم كام مش عارف، انت بطلت تعد بقى. بالتهاون فيه ايضا ها، حد يجيب حاجه من عنده نضيفها للدرس، ما نكونوش قلناها تتعلق بامر اللسان. الحته اللي جايه دي خطيره قوي وجديده ها. بالتهاون فيه تبعد منزلة العبد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعتها دي قبل كده؟ أيوة. بس تعال بقى شوف كده الحديث عن قال صلى الله عليه وسلم، وهو بين خطر أمر اللسان أيضا، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي، مين عايز يبقى من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تعال شوف بيرفع جزاك الله خير، ايوه حلو ارفع ما فيش مال، ازاي؟ ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه. يا لما تقعد جنب النبي كده صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، شوف السبيل ايه، احاسنكم اخلاقا، احاسنكم اخلاقا، علق على ايه؟ حسن الخلق. وان ابغضكم الي، اعوذ بالله. شوف واحد تقول له يا أبغض الناس إلى رسول الله، يا أبعد الناس من رسول الله يوم القيامة، ما يحدش يطيق الكلام ده. طب إيه السبب؟ إن وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، يعني كثير الكلام تكلفا، والمتشدقون. المتشدقون الإنسان الذي يتكلم بملء فيه تفاصحا، بتلاقيه يقعد ينقي الكلمات المكلكعة والصعبة ويقعد يلوي كده لسانه في بقه زي لسان البقرة، وحاسس يعني عايز يبين للناس انه ايه فصيح. المتطاول على الناس بكلام، يعني يتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلام، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. المتفيهقون اصله من الفهق اللي هو الامتلاء، برضو يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويتكبر على الناس بذلك ويظهر فضله على الناس بذلك. قالوا يا رسول الله حاضر، قد علمنا الثرثارون المتشدقون، فما المتفيقهون؟ فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، نعوذ بالله. تاني، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون كثير الكلام تكلفا، والمتشدقون المتشدق الذي يتطاول على الناس بكلامه، والمتفيهق والمتفيهقون قال صلى الله عليه وسلم أي المتكبرون، الذي يعني يختار ما يختار من الكلام ليظهر فصاحته، يعني يظهر مكانته بين الناس، يتكبر على الناس والعياذ بالله تعالى. أيضا بسبب اللسان يحرم العبد بل والأمة من الخير. فين دي؟ الله ينور عليك، ليلة القدر. ليلة القدر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت لأخبركم بليلة القدر. أقول لكم ليلة القدر أنهي ليلة؟ فتلاحى فلان وفلان، يعني تلاحى تخاصم وتنازع وتشاتم، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم. يعني بسبب التلاحي بين الاثنين دول إيه؟ رفع الخير. هتقول لي طب ما ده خلاص ما مش في وقتنا بقى. لا، التلاحي بين الناس برضه سبب لرفع الخير في ايام فاضله، مثلا كايام رمضان او ليالي العشر الاواخر من رمضان او ايام الحج، بسبب التلاحي ممكن يرفع الايه
الخير من الناس ولا حول لك إلا بالله، ويضيع على الإنسان الخير والفضل أو منزلة من المنازل كان سيصل إليها بسبب التلاحي وبسبب التشاتم والتخاصم، ضيع على نفسه الأجر والخير ولا يذب الله تعالى. اسمع معي لهذه الوسيلة من الوسائل التي ندرب بها أنفسنا على أن نمسك ألسنتنا، وسيلة عملية. الوسيلة بعنوان جهاز تسجيل. كل مرة كده يعني نقول وسيلة، وفي آخر الدروس دي إن شاء الله لعلنا نذكر بعض الوسائل الأخرى. تقول هذه الوسيلة: كان منطلقا في كلامه يتحدث عن فلان وعيوبه التي يراها هو فيه، ويسخر من شكله الذي يشبه كذا وكذا. يقول لك فلان شوف في كذا وفي كذا، شوف شكله عامل زي واضي يوصف، ويمكن جانبا من أسالي به، يعني يعمل فيه يحاكيه ويلده، التي يصفها بأنها معوجة، بينما هو كذلك إذ لكزه من بجانبه، يعني لكزه وهو يهمس في أذنه، انظر إلى ذلك. قال له بص، كل ما قلته مسجل عليك. راح موريله جهاز تسجيل. شفت الطريقة التربوية الخطيرة دي؟ دلوقتي سهلة بالتليفون، يعني واحد قاعد معاك بالصورة دي وانت سامع ومش راضي طبعا، تروح عامل ايه؟ افتح التليفون وسجل، هو مش حاسس. بعد ما يخلص قل له بص، كل اللي انت قلته ده ايه؟ متسجل هنا. ما هتسيح له؟ ايه الكلام ده؟ يمسك عليه الكليسة. تعال تعال بقى شوف هيعمل ايه. فطبعا صاحبنا اول ما سمع كده عمل ايه؟ برق، تسلب مكان، وقام من فوره الى صاحب المسجل يطالبه بتسليمه الشريط. الشريط ده لازم اخده، الشريط ده لازم يتمسح. ليه يعني؟ خايف ليه كده؟ خايف ليه؟ ها؟ مش كده؟ يعني هو بس مجرد ان هو هيوصله لمين؟ هيحصل ايه؟ انتهت القصة. المثال بقى اللي ضربه الشيخ هنا في الكتاب عايز يقصد بيه ايه؟ ان كل الكلام اللي احنا بنتكلمه فين؟ وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، يعني عمله ما يطير من عمل في عنقه. اشوف لو حاجه تتعلق في رقبه الواحد تبقى ايه؟ ملازمه ليه، يعني جاي يوم القيامه معاه دليل الادانه بتاعته او دليل الكرامه بتاعته. يعني كل اللي انت عملته ده مكتوب ومعاك في كتاب، ونخرج له يوم القيامه ايه؟ كتابا. ايه الكتاب ده؟ فيه ايه؟ لا يغادر، ايه في الايه الثانيه؟ صغيره ولا كبيره الا احصى. من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، من يعمل مثقال ذره، هتلاقي كل الكلام مكتوب ومتسجل. طب انت استحيت ان هو يكون متسجل في الدنيا واحد بشر زيك ايه يسمعه؟ طب مش مستحي وعرضوا على ربك صفا، مش مستحي ده؟ ها، يومئذ تعرضون لا ايه، لا تخفى منكم. والله لو الواحد مننا بس يقعد الأسبوع ده يتأمل في الأعمال بتاعته وهي تعرض على الله بس، يتألم أشد الألم وينكسر غاية الانكسار لله، ويطلب منه العفو والمسامحة، وده مطلوب. كتير مننا قبل ما يلتزم كان ليه سوابق. شوف كده لما تقعد تفكر بقى في السوابق دي والشريط بتاعك، أخد بالك من أول ما بلغت وانت واقف قدام ربنا كده من خلال وعمالة تتعرض الأعمال، ربنا يستر علينا. خد بالك، والله عز وجل يرحم بعض العباد فيقول له: سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. وتعرض عليه بعض ذنوبه وصغائره، وهو مشفق من الكبائر، في حاجات كبيره ايه لم تعرض، فيقول: يا رب ان لي ذنوبا لم ارها، يعني في حاجات كبيره لسه ايه. فالله عز وجل يقول: سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. معنى كده شوف، لما الانسان بس لو قعد يفكر في الكلام اللي اتكلمه كم كلمة، وايه اخبار الكلام ونوع الكلام ووقت الكلام والكلام في الناس والغيبة والنميمة والاستهزاء والسب والشتم والكذب، ده لسه ده آفات اللسان دي عايزة دروس زي ما هيجي معانا في الدروس الجاية بإذن الله. بس انت يبقى عندك ياخد بالك إرادة، ويبقى انا عندي إرادة ان انا اغير من نفسي. ها، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن ايه أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب إليه من العلماء من قال: قرب يليق بجلاله وكماله، ومنهم من قال: أقرب إليه بملائكتنا. خلينا على الاثنين، ملائكة معاك مراقباك تسمع منك كل اللي بتقوله، لا يلفظ من قول إلا لديه، إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إيه
إلا لديه رقيب عتيد. عايزين نعيش الآية دي خلال الأسبوع ده ونحاول إن احنا نحصي الكلام بتاعنا ونعد الكلام بتاعنا من الأسبوع للأسبوع كما كان يفعل بعض السلف. بذلك إن شاء الله بعد أن علمنا خطر أمر اللسان نصلح ألسنتنا بإذن الله عز وجل. نعوذ بالله اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة وألسنة ذاكرة وألسنة ذاكرة وألسنة ذاكرة ذاكرة وأن يقينا شر اللسان وأن يعيذنا من شر اللسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله غدا السبت والأحد عاشوراء، تاسعاء وعاشوراء، يوم بسنة، يعني يوم تصومه يكفر ذنوب سنة، يوم عاشوراء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعاشوراء ولا وبراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أولى بإيه؟ بموسى منهم. فانتبه لهذه المعاني المهمة واحرص على الصيام وادعو غيرك للصيام لتنال أجر من صام بسبب دعوتك له. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.